السلام عليكم الإخوان الأخوات. الشاب جمال اللي قلبنا تقطع عليه لأنه مات ظلما، فتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليه قبل الوفاة ديالو وهو تشهد باليد ديالو اليمنى، لأنه أعلم بأن صفيرة النهاية ديالو هدي كانوا كيستعدوا باش أنهم يحرقوه، وهو مسكين كيشهد قبل ما يتوفى. فهاد الصورة هذه اللي كانت مؤثرة بزاف بزاف وبكات أغلبية ديال الناس اللي شافوها، فالله يرحمه ويسع عليه ويجعل قبره روض من رياض الجنة يا رب. فأخوتي دائما كنوصيكم أن أي فيديو شفتوه ديال الشهيد جمال ما تنساوش تخليه في لي كومنتير الدعاء ليه بالرحمة والمغفرة يا رب.